هذا وقد قام مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وبالتعاون مع جمعية هذه البحرين احتفالية بالعاصمة الإيطالية روما بمناسبة تدشين كرسي الملك حمد الأكاديمي بجامعة سابينزا، وتم عرض كلمة لجلالة العاهل المفدى استعرض خلالها تجربة مملكة البحرين في التسامح الديني، وذلك بحضور عدد من الضيوف والسفراء والأكاديميين من مختلف الدول. هكذا كان فحوى كلمة جلالة الملك المفدى بمناسبة تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، الذي أكد فيها على أهمية الوصول إلى قلوب وعقول الشباب في جميع بقاع العالم عبر توفير المعرفة والإلهام اللازمين لتعزيز التعايش السلمي والمحبة. التسامح وتقبل الرأي الآخر وأيضا الحوار بين الأديان، هذه مفاهيم جلالة الملك حفظه الله ورعاه دائما يؤكد عليها، وأصبحت اليوم علامة بارزة في مملكة البحرين. نحن في وزارة التربية والتعليم نسير دائما على توجيهات جلالة الملك، ولذلك نحرص على نقل كل ما من شأنه إيصال رسائل التسامح والمحبة وتعزيز الروح البحرينية الأصيلة التي اشتهرت بها البحرين في مناهجنا أو حتى في أنشطتنا وفعالياتنا المتنوعة. اليوم نجتمع ما بين 500 إلى 600 شخص في هذا المكان ليحتفلوا بكرسي الملك من نوعه الأول في العالم. كل وثائقنا ترجمناها للإيطالية، لأنه من المهم أن نعرض في زيارتنا للدول رسالتنا بلغاتهم، وإن إعلان مملكة البحرين للحوار هو أساس عملنا منذ البداية، وإن الناس حول العالم لم يسمعوا كلمة الملك فحسب، بل سيدرسون فلسفته، وهذا ما يحقق هدف مملكة البحرين للوصول إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. الجهل عدو للسلام، وهكذا أشار جلالة العاهل المفدى في كلمته المعروضة مقتبسا إياها من وثيقة إعلان مملكة البحرين في لوس أنجلوس التي أعلنت عن بداية عهد جديد يجسد روح التسامح ويبلور المفهوم الفلسفي لجلالة الملك المفدى للتعايش البشري. وقد عزز ذلك إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار وكرسي الملك حمد الأكاديمي. عملنا هو جمع مختلف الأديان مع بعضها ونطرح أفكار مملكة البحرين ورؤى ملكها. إن بالتعايش السلمي نستطيع تخطي جميع المصاعب، ونتطلع إلى أن نرى الجيل القادم من الشباب إلى التواصل أكثر فيما بينهم وانخراطهم في مختلف الثقافات لبناء وعي حقيقي فيما بينهم. أنا عشت في البحرين أربع سنوات ولمست عن قرب يعني طيبة البحرينيين وقدرتهم على التعايش السلمي، وأعتقد أن لهم المقدرة أن ينقلوا هذه التجربة. نحن في منطقتنا نشهد كثير من الأحداث الساخنة ولن تحل إلا عبر الحوار، وكون البحرين هي رائدة في هذا المجال أعتقد وهي محط احترام وتقدير كثير من الشعوب، سيكون لها بالفعل دور فعال ورائد في هذا المجال. البحرين معروفة أنه هي نموذج للتعايش، ونحن اليوم كلبنان كمان بنعرف قديش أهمية التعايش بين كافة الأديان، واللبنان كان من القوى اللي أثبت أنه بالتعايش كله بيدوم. لقاء رائع فعلا، وكلمة مشرفة، كلمة فيها تعايش سلمي، كلمة مفرحة جدا، وإحنا فرحنا باللقاء الجميل ده خالص، وشيء مشرف، شيء فيه حاجة حلوة للعالم كله، في سلام وفي محبة، حاجة جميلة جدا جدا جدا. إن إيمان مملكة البحرين راسخ بأن العلم والثقافة والحوار أساس الاستقرار والتعايش والرخاء للدول كافة. لأن مملكة البحرين أصبحت اليوم أيقونة للحوار والتعايش، اجتمعت في هذا المكان ديانات وثقافات عدة، وذلك في إطار تبادل الأفكار والآراء ومن أجل الانصهار في قالب الإنسانية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من العاصمة الإيطالية روما.